اولا بانه انا يعني نشارككم واحد الحاجه. لما تم تعييني انا تفاجات من حيث الردود الفعل ديال المواطنات والمواطنين سواء داخل المغرب ولا خارجه بحصول الملايين ديال 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 لي تويت وديال الفيسبوك ودي، يعني كانت مفاجاه ساره بالنسبه لي، وحسيت بانه الحمل ثقيل، الحمل شويه ثقيل، لانه هناك متابعه وهناك يقظه وهناك كذلك انتظار. هذه الاولى. ثاني حاجه، واش المجلس الوطني حنايا ماشي هيئه قضائيه، حنايا هيئه دستوريه، المهمة ديالنا مستقلة عن الحكومة وعن أي سلطة أخرى، نقدم الآراء الاستشارية، نتدخل، لكن فيما يخص الوقاية الوقاية بأدوات وبوسائل، وفي الحماية كذلك بوسائل وحمايات وبالنهوض بوسائل، هذه هي العملية ديال حقوق الإنسان، ولا يمكن أن تكون أي مؤسسة دستورية في موقع ديال التنفيذ او لا في موقع القضاء. وبالتالي ما الفكره اللي كانت واللي نقولوا ماذا اريد انا ان اضيف في هذا المسار ديالها، هو ان يكون المجلس الوطني لحقوق الانسان ضمير دوله القانون. ضمير دوله القانون، كيفاش نقدروا نكونوا ضمير؟ نعم. والمجلس منذ احداثه ما صدرش ولو تقرير سنوي، واش هذه المؤاخذه يمكن تجاوزوها مستقبلا استاذه امينه؟ تمام ان شاء يعني الله. يعني ما يمكنش هذا المجلس كما قال استاذ اسماعيل باش ما يبقاش ذاك النقاش نخبوي، شنا تقارير موضوعاتيه، كاين افراط في بعد في هذا البعد ديال الرصد الفكري ديال التقارير وموضوع، ولكن التقرير السنوي ما كاينش، الى درجه انه البعض اصبح يصف هذه المؤسسه الدستوريه بانها اشبه بمكتب دراسات حقوقي ان صح التعبير، وماشي مؤسسه مستقله كما جاء في الدستور. انا اظن بانه المهام الجديده ديال 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 المجلس الوطني لحقوق الانسان ستجعلنا اولا نتجاوز ما كان سابقا ونطور كذلك. هناك تقارير ذات اهميه مهمه جدا من حيث نقولوا اطراء التفكير واطراء الاراء، لان كنا في حاجه الى ذلك كذلك مرا دستور 2011. انا اظن نحن اليوم بعد هذا الاطراء وبعد التشخيص وبعد التقارير نحن في وضع، بالنسبه لي وقلت في هذاك بانه ساقوم باعمال مقاربه ديال ثلاثه ابعاد، تريبل بي، ثلاث أبعاد: الوقاية، الحماية، والنهوض. وهذا في إطاري، وسنعود بعد ذلك إلى ما هي السياسة ديال حقوق الإنسان. لا، في المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك، المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك سيكون إطارا لبلورتي ولإطلاق مبادرات ديال أن تكون للمملكة المغربية سياسة حقوق الإنسان في مختلف هذه الأبعاد ديال الوقائية وديال الحماية وديال النهوض. بعد هذا التراكم وبعد هذا الزخم ديال الآراء وبعد هذا الزخم ديال الدراسات، نحن في حاجة، نحن وصلنا اليوم إلى هذه المرحلة.